قال موسى عليه السلام وعيسى عليه السلام لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم نبينا قال صلى الله عليه وسلم، لماذا فرق بينهم؟ هذا شائع في كلام أهل العلم، صح ولا لا؟ صحيح. فما يجي واحد يقول هناك انحياز وأحادية ما يذكرون الأنبياء الآخرين بالصلاة والسلام، لا، لازم تفهم لماذا أهل العلم يفعلون ذلك، والجواب هو ما وقع في القرآن. فإن الله لما ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم قال إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فوقع أمرنا بذلك. وأما بقية الأنبياء فوقع عنهم الخبر عموما وخصوصا بالسلام، ومنه قوله تعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.